الاف ان توتال ايجال اف ان بلس اف 2 بجمع الاي مع الاي طلعت معي انا هون والجي مع الجي طلعت معي هون بيطلع معي الفالور تبع الاف. فهيدا الفيكتور تبع الاي سوفون اي اي جي الموديول تبعهم يعني هون 0.8 من وين اجت بتساوي 0.7 اوكاري بلس 0.4 اوكاري راديكال تبعها. اوكي الانجل 360 من وين اجا تانجون تيتا ايجال هيدي سوفون جي هي الاف اي اكيد وسوفون اي هي الاف اكس نعمل 0.04 على 0.7 بيطلع معنا تانجون تيتا بنطلع التيتا بيطلع معنا الفالور 60 بيطلع معنا الفالور 60 شو 60 يعني شو التيتا 60 من وين لوين 60 تيتا يعني بنبلش من الاكس اكس يعني بنبلش من الاكس اكس هون نضرب 60 سوري ما عرفت كيف الرسمه مضبوطه على هون فور اكزامبل بيطلع معنا اوكي هيدي 60 نبلش من الاكس اكس اوكي نرجع نضرب من هيدي التيتا كلها سوا 60 اوكي بعتيد انا هون بكون خلص دوزيام كيستيون. هذا عندي سؤال هلا يمكن حسي فيه مع الدكتوره لارا انت مبينينها هيني بس انه هذا عندي سؤال ليه؟ تاني سمستر معنا فيزيك اللي بيعمل كمبيوتر ساينس صراحة ما بعرف بس ما بعرف إذا عندك فيزيك يعني أنا بعرف إنه أكيد ما عندك إلكتروستاتيك بس إذا عندك فيزيك ميكانيك عندك فيزيك ما بعرف أوكي إيش بتحب الفيزيك يعني أنا الصراحة مش ماشي الحال يعني أنا بحاول صراحة أونلاين بحاول قد ما فيني يعني أنتوا شفتوا الصورة بحاول قد ما فيني أوسع بالكالكيول أو بي دي إف بحاول قد ما فيني أعمل ديتايي بس بعتقد أنا مع هي الديتايي إذا صورتون أنتوا أو أخذتون بعتقد بيكون كثير تمام يعني. أوكي؟ أوكي. لننتقل لإكزرسيس نمرو 3. إكزرسيس نمرو 3 بس بدنا نعمل بارتي منه. يعني إكزرسيس نمرو 3 في عندك بارتي إذا بدنا نقول إلكتروستاتيك في عندي بارتي ميكانيك. أنا البارتي ميكانيك ما بيهمني. البارتي إلكتروستاتيك إنه أنا بس جيب الفورس ريزلتون تبع الـ F1 والـ F2 لهون بوقف مش بحاجة للكالكول. طيب هنا دو بارتيكول يعني عندي اثنين شارج بلس كيو بلس كيو موجودين على اكس ايغريك ميم ديستانس دي سور 2 دي سور 2 في عندي شارج موان كيو غليس سور الاكس اكس 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 بيربوندكولير اكس ايغريك بيان سور وعنده كمان بالسيكتريس يعني ديستانس من الكيو على موان كيو ايغال زد ديستانس من البلس كيو على موان كيو. اوكي طيب نحن شو بدنا نجيب بالدوني بس نحن ما بيهمنا هلا بنقولكم لوين بدنا نوصل بدنا نجيب الفيتيس مال اجليس الموان كيو هي اجليس سور اكس اكس بدنا نجيب الفيتيس تبع الموان كيو و اكس ايكال زيرو يعني الاوريجين هيدا الدوني اللي بدنا نجيبه نحن اللي بيهمنا نعمل الكالكول وانا نجيب الريزلتون تبع الاف 1 والاف 2 اوكي دونك اف ايكال يعني انا بجيب الاف اف ايكال اف 1 بلس اف 2 اف 1 ايكال ك كيو grand Q sur distance F2. F2 égale KQ, ça m'a semblé à qui d'Allah, KQ grand Q sur F2. Vous avez parlé à un module, à qui vous êtes module. Il y a le KQ, là, vous êtes le K, vous êtes le K, ou le Q, vous êtes la distance. Par exemple, le module F1 égale module de F2. Balish, mais le F1, on dit F1X plus F1Y. Par exemple, F1, il y a le F1, exercé, il y a le charge à le moins Q. فإذا بوزيتيف نيجاتيف ستير في الانتيريور ستير قسمة سيفون Y وسيفون X عندي F1 Y أكيد نيجاتيف عندي F1 X نيجاتيف فإذا كوسينوس تيتا إيجال كوتي أدجسون F2 F1 X سور F1 موان نيجاتيف F1 X إيجال موان F1 كوسينوس تيتا سينوس تيتا بتساوي كوتي أوبوزي يعني F1 Y على F1 أكيد نيجاتيف لأنه سونس نيجاتيف موان F1 Y على F1 أبليك F1 Y إيجال موان F1 سينوس تيتا أوكي دونك F1 إيجال F1 X بار سافالور F1 Y بار سافالور هلا خلصنا من F1 عملنا الديكومبوزيسيون تبعيتها بننتقل على F2 F2 شارج Q بلس على الشارج نيجاتيف ستير قسمت سيفون Y F2 Y بوزيتيف قسمت على الأكس X بروجيكسيون تاع إيتا F2 X نيجاتيف سونس كونترير زيت البرانسيب كوسينوس إيجال F2
x sur f2 implique f de x égale moins, par exemple, on, f de x négatif moins cosinus theta i. Sinus theta égale f de y, sinus theta, f de y à l'hypoténuse, implique f de y égale f de sinus theta j. Donc, f2 égale f de x heidi plus f de y heidi. طيب هلا الفورس ريزولتون توتال ايش بتساوي؟ بتساوي اف 1 مع اف 2. خليني احط انا الاف 1 بار سا فالور. اوكي بيطلع معي موان كوسينوس تيتا اف 1 كوسينوس تيتا اي موان اف 1 سينوس تيتا جي ناقصين جي هون موان الاف 2 كوسينوس تيتا اي بلس اف 2 سينوس تيتا جي. نحن أول شيء فوق قلنا نحن F1 إيجال F2 زيت الموديل لأنه عنده زيت الشارج زيت الدستانس. فإذا عندي F1 مو F1 سينوس تيتا و بلس إذا نسميها F2 يعني هي F1 سينوس تيتا. فإذا هو بيصفر إيش بيفضل معي؟ بيفضل معي 2 مو 2 F1 كوسينوس تيتا وصل إيجال مو 2 F1 كوسينوس تيتا. طيب حط ال F1 بار سا فالور إيش بتساوي؟ كا petit q grand q على r2. r2 هيدي ايش بتساوي؟ ال r2 هيدي r2 او كاري بتساوي هيدي او كاري بلس ال x هون او كاري ديستانس من هون لهون x. فاذا ال r2 بتساوي d sur 2 او كاري بلس x2 حطيتها بس فالور بار كوسينوس تيتا. كوسينوس تيتا شو بتساوي؟ كوسينوس تيتا بتساوي كوتي ادجاسون x على الهيبوتينوس على r x على r يعني بتساوي x على r يعني راديكال تبع ال d sur 2 او كاري بلس x d راديكال يعني ابوسانس 1 دمي. اوكي بضربهم ببعضهم بيطلع معي انا هيدا الفالور. لحد هون انا هيدا المطلوب مني. جبت ريزلتون ال f ايجال سيفون سيفون اكس اي اكس اكس بريم اكس مي سونس كونتري لانه هون عندي موان اي. لهون انا عايز بالايرثوستاتيك بالفيزيك هوليك البي اي بصير فيزيك ميكانيك. شو بيصير معي؟ بيصير معي انه A إيجال الأكسلراسيون A طلع على A. هلا هون بعمل كالكيل لأنه هون بدهم نيم معي الـ A يعني الـ X هي أصغر من الـ D. بعمل سمبليفيكاسيون طلع الأكسلراسيون معي موفمون هارمونيك. شو موفمون هارمونيك سامبل يعني هي الكيو بس توصل لهون تجيب الفيتيس تبعتها بدها تكمل وترجع. فإذا فيتيس هارمونيك سامبل موفمون هارمونيك سامبل طلع الفريكونس فيتيس طلع الفريكونس طلع الـ Temps او اخر شيء بطلع الفيتاس ماكسيمال ايجال دبل بي بار امبليتود بطلع هيدا. هلا انتم مش مطلوب منكم هاي البارتيكل سوا مطلوب منكم انتم هون. طيب دكتور سؤال بعد دونك بعد يعني الاف دير ايجال من هون ولتحت وتعملها رام بلس نيوس ما فهمتش كثير. بدي اعمل رومبلاسمون للكوسينوس قصدك؟ طيب خلي كمل الاف اف 1 ايش بتساوي؟ بتساوي كيو كا كيو شارج هيدي بار الموديول اكيد تبع الجران كيو سور ديستانس هيدي ار2 مزبوط؟ ار2 هيدي ايش بتساوي؟ بتساوي هيدي او كاري دي سور 2 او كاري بلس ديستانس هيدي او كاري هيدي الاف يعني بتساوي كا Q, petit q, grand Q, sur R2. R2 بتساوي D sur 2 au carré plus X au carré. Par cosinus. Cosinus S بتساوي cosinus theta. Cosinus theta بتساوي côté adjacent. يعني هيدي ال X على R. هيدي ال petit R. Petit R داش بتساوي؟ كتب لك أنا هو petit R. هيدي au carré. Petit R بتساوي radical. فإذا X sur radical. يعني radical يعني 1 sur 1 demi. Facteur 1 demi. OK بضربهم بعضهم بيطلع معي موان 2 اون فونكسيون دو اي هون هون المطلوب عندكم. اوكي ميرسي. طيب حدا عنده سؤال؟ يعني تنلق ال A و هودي نحن منا مسؤولين عنه. لا 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 هلا اذا عندكم فيزيك ميكانيك عم تشتغلوا عليهم انتم مسؤولين هونيك بالفيزيك ميكانيك بالفيزيك الكتروستاتيك بالاكزامان مش موجود مش مسؤولين عنه. لا لا اوكي طيب ننتقل للاكسرسيس 4.
عندنا كاتر بارتيكول شارجي سيتوي سومي دون كاري ايتيكال. فاذا عندي كاتر بارتيكول Q1 Q2 Q3 فاذا كاري اكيد الكوتي ايغو ا بدي جيب الشون الكتريك او بوين Q اوكي وبعدين بدي جيب الفورس الكتريك. فاذا انا بجيب الشون الكتريك او بوين Q معي كاري معي كاتر شارج Q1 Q2 Q3 بدي جيب الشون الكتريك او بوين Q champ électrique au point Q. فإذا هي somme de champ électrique E1 plus E2 plus E3 avec E1 le champ électrique exercé sur Q sur point Q, E2 exercé au point Q, E3 exercé au point Q. بس راح تعرف كل شغلة. أنا هون إذا كان عندي charge positif أو négatif بس ما لو إذا حدا بيعرف خلي يجاوب يعني. لو هيك بيفرق معي الشون الكتريك اذا كنت يعني هلا معي بوزيتيف اذا حطيته نيجاتيف رح يفرق معي انا الشون الكتريك اللي بدي اعمله مظبوط فاذا هو ذاته يعني انا هون بالشون الكتريك اذا ما عندي لا بوزيتيف ولا نيجاتيف اذا ما عندي شارج بالمره الكالكول هو ذاته لانه انا بالشون الكتريك انا بس بيهمني يعني هون كي 1 الشون الكتريك ده بيهمني هيدي يعني انا بعمل شون الكتريك على سيت بوزيسيون فيها شون فيها شون فيها شون بوزيتيف نيجاتيف ما بتاثر فيهم بالمره ما خاص بالفورس اكيد لانه بالفورس بدك اثنين شارج اوكي سيت اذا كنت بوزيتيف ولا نيجاتيف تفرق معي السونس ديال الانتر ولا الاكسترا بس الشون الكتريك بيهمني انا الشون الكتريك اللي بعمل منه اوكي طيب حتى نكمل فاذا فاذا عندنا سوم دو شون الكتريك E1 plus E2 plus E3 formule générale tab eta égale k q1 sur r1 au carré plus k q1 sur r2 au carré plus k q3 sur r2 au carré. طيب on remarque من شوف دغري نحن اذا انا بدي اعمل ال e1 ايش بيساوي k q1 sur a2 au carré اكيد vers l'extérieur لانه هيدي positif اوكي طيب اذا بدي اعمل ال e3 égale k q3 q3 يعني 4q sur distance au carré a au carré vers l'extérieur. OK? Il y a une simple qui est l'amol E1, E2, E3. Il faut que l'amol, on a un dit l'E2. Heïda, net fait, à qui il assab, je suis assab, il y a une assab, il y a l'E1, E3. Alors, on a dit face à la non, on trouve une solution, je passe. Taïb, E2, HBC, oui. E2 égale, par exemple, vers l'extérieur, il y a un autre, il y a un autre, vers l'extérieur, on a un autre, il y a un autre, il y a un autre, négatif, positif, il y a un autre, il y a un autre. أو إذا ما في شارج كمان رسمي رح تطلع هي الزيتا. فإذا الـ E2 في الإكستيريور عندنا سيفون الأكس X E2X عندنا سيفون أكس Y E2Y. طيب كوسينوس 45 دوغري لأنه عندنا أكيد كاري 90 دوغري بالسيكتوس 45 دوغري إيغال كوسينوس بتساوي كوتي أدجيسون EEX سور E ليبوتونوز إمبليك E2X إيغال موديول دو E بار كوسينوس 45 دوغري I سيفون الأكس I. Même chose, sinus de 45 degrés, on a cosinus côté opposé, E2Y sur E2Y sur E, implique E2Y égale E, sinus 45 degrés positif suivant l'axe J. طيب, le E total vecteur égale E2X plus E2Y, yani E2X par sa valeur, E2Y par sa valeur, on met E en facteur. E2 égale cosinus 45i plus sinus 45j. Alors, je vais faire la solution aujourd'hui. Je vais mettre le E1 par sa valeur. E1 égale K, le E2Q, la valeur tabac, le Q1, sur distance tabito égale A au carré, qui est vers l'extérieur, suivant I. E2, je vais mettre le calcul par le module tabita égale K, 3Q, sur distance, nous allons déterminer distance au carré, c'est a au carré plus a au carré, yani 2a au carré sur 2a au carré, facteur cosinus 45i plus sinus 45i plus E3, E3 égale k 4q module tabita sur distance a2 sur suivant vers l'extérieur suivant j. بعمل الصوم تبعيتهم بيطلع معي انا الشون الكتريك ايجال كا كيو سور ا2 3.3 اي بلس 5 جي. اذا بدي اجيب الفورس او بوان كيو
فإذا بشوي شون إلكتريك ما هلا بستعمل أنا الفورس إلكتريك إذا كانت الشون الكيو بوزيتيف أو أنا هون